أفاد مراسلنا في تونس بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في عملية إطلاق نار بين قوات من الجيش وعناصر مسلحة في جبل سمامة في محافظة القصرين قرب الحدود مع الجزائر. وأوضح متحدث باسم الجيش أن مسلحين أطلقوا النار على وحدة من القوات المسلحة كانت تقوم بعملية تمشيط في المنطقة بحثا عن راعي أغنام خطفه إرهابيون. تلاحق قوات الأمن التونسية منذ أشهر جماعات مسلحة تتحصن في جبال القصرين، من بينها عناصر كتيبة عقبة بن نافع المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامية. من تونس ينضم إلينا مراسلنا علاء الدين زعتور. علاء الدين، كيف يبدو الوضع حاليا في محيط الحادث وما هي دلالاته في هذا التوقيت بالذات؟ نعم نادين، منذ قليل تم نقل المصابين من قوات الجيش إلى المستشفى المحلي في محافظة القصرين. هذه العملية يمكن أن نصفها بأنها تطور نوعي لعمليات الجمعيات المسلحة المتمركزة في الجبال على الحدود مع الجزائر، إذ أنه لأول مرة يعني منذ ما يزيد عن سنة تم اختطاف مواطن مدني راعي أغنام كان يرعى أغنامه بجانب الجبل يتم اختطافه. وحاليا هناك حتى معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لكتيبة عقبة بن نافع بأنه تم قتل هذا المواطن التونسي بتهمة الجوسسة ومد قوات الأمن التونسية بمعلومات عن الجماعات المسلحة المتمركزة في الجبال. يعني هذه العملية استدعت تدخلا من وحدات الجيش وعملية تمشيط كانت واسعة مساء اليوم، جرى بعدها تبادل لإطلاق النار والنتيجة كانت مقتل جنديين. أيضا هذه العملية تأتي بعد ساعات قليلة فقط من جلسة استماع مغلقة في مجلس النواب التونسي لوزير الداخلية ووزير الدفاع. أكد وزير الداخلية التونسي بعدها أن البلد مهدد إلى حد الآن بالأعمال أو الهجومات المسلحة لما يسمى بالجماعات الإرهابية في تونس والتي تتمركز خاصة على الحدود مع الجزائر. نعم، شكرا جزيلا لك من تونس مراسلنا علاء الدين زعتور.